ثلاث ليال مرت وأنتم ربما تنامون وتستيقظون، تذهبون إلى شاشة التلفزيون، النتيجة نفسها. أين؟ أنت وأنت على حق في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستكون الساعات القادمة حاسمة للإجابة على سؤال من هو رئيس أمريكا القادم؟ أم أن الطريق في انتخابات استثنائية بكل تفاصيلها ما زال طويلا وشائكا ومعقدا؟ لنرى مشاهدينا آخر النتائج في الولايات التي لا تزال بها عمليات فرز الأصوات. تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه فحصل على 253 صوتا بعد أن ضم 10 أصوات من ولاية ويسكونسن. وحتى الآن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم أي ولاية جديدة منذ الأيام الثلاث الماضية. هناك فرصة أمام الرئيس الأمريكي ترامب للفوز بالرئاسة، ولكنها معقدة جدا، فيجب أن يحصل على أصوات المجمع الانتخابي في معظم الولايات المتبقية. نتحدث عن بنسلفانيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، أريزونا وألاسكا. كل هذه الولايات يتقدم بها بايدن إلا ألاسكا، وهي الأقل عددا لأصوات المجمع الانتخابي، يتقدم بها ولكن بفارق بسيط. تقدم بايدن في تلك الولايات مهد الطريق أمامه، فهو يستطيع الفوز بحصوله على 2 فقط من الولايات المتبقية، ولكن السيناريو الأقرب هو فوزه في نيفادا وأريزونا اللذين يتقدم بهما بفارق جيد. ترامب يستمر في اتهام الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات، وهي ادعاءات لا إثباتات عليها، ولذلك تم رفض دعواه لوقف الفرز وعدم احتساب بعض صناديق الاقتراع في ميشيغان وجورجيا، ولكنه أعلن عن نيته المطالبة بإعادة فرز 5 ولايات. نستمع للرئيس ترامب. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. بايدن الذي يقترب من الفوز دافع عن الأصوات البريدية للناخبين التي كانت السبب وراء قلب نتائج الانتخابات لصالحه في عدد من الولايات، غرد عبر تويتر، قال: لا ينتزع أحد منا ديمقراطيتنا، ليس الآن ولا أبدا. لقد قطعت أمريكا شوطا طويلا وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتحقيق ذلك. لا يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام. يجب عد كل صوت. توعد ترامب في الاستمرار برفع دعاوى قضائية، وإذا لم تحسم المحاكم الفيدرالية النزاع حول نتائج الانتخابات ستتدخل المحكمة العليا للفصل في الأمر. ولكن ماذا لو تعادلت الأصوات في إحدى الولايات؟ فهناك تقارب في الأصوات بعدد من الولايات الشرقية. في هذه الحالة يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس، ويجب تقديم النتائج يوم 14 من ديسمبر عند اجتماع الأعضاء المجمع لجميع الولايات. يحدد الدستور الأمريكي موعدا نهائيا لولاية الرئيس ونائبه، وهو يوم 20 من يناير كانون الثاني. العالم العربي طبعا يراقب هذه الانتخابات، وجاءت هكذا التغريدات. مثلا مانجو تقول: خلاص مسخة الانتخابات، يا ريت يتركون ترامب وبايدن وينصبون كاني ويست ويفكونا. أما هنا فتدوينة لوجهة نظر. الشيء الجميل في الدول العربية أن الانتخابات تنتهي بسرعة، حيث يعلنون 99% لمن يريدون له الفوز بدون صداع في الرأس. أما هنا تدوينة سنمار يقول فيها:
سنمار يذهب ويقول الأمر الذي صدم الرئيس ترامب من نتائج الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا هو اكتشافه بأنه لم يصل إلى مستوى المعبود الأوحد للشعب الأمريكي كما كان يهيأ له. أما محمود فقال هي إيه الانتخابات دي اللي بقالها 3 أيام ولسه ما خلصتش ومش عارفين مين اللي فاز؟ دي عندنا في مصر بنعرف مين اللي كسب قبل ما تبدأ. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.